مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لاحت بروق وعد ما حن حن رعدها يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا هلا بالليل قاهم يشفي الروح العليلة يا وجه النور هاك الشمس لا جتب كبدها مرحبا ترحب تنبه للمواجب الأصيلة عندما لحظة وقعد ما حنحن راجها يا هلا يلي لقاهم جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة لدى واستوديوها أحلى يا مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة زفات أمنا يا سعد اليوم في فرحة ولدها أمنا نايف يا سعد اليوم في فرحة ولدها أمنا نايف والمدايف كلها فيها قليلة الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما بقى مثيله الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف وأسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيله لعبت أحلى الليالي تنتظر بالأفعال الجزال وتعتمدها جميل الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة لدى واستوديوها أحلى الليالي انت يختي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها اليوم في فرحة ولدها أم نايف والمدايف كلها فيها قليلة الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما بقى مثيله الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف وأسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيله لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها لعب تنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها زفات أحلى الليالي زفات أحلى الليالي زفات أحلى الليالي زفات. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة لدى واستوديوهات أحلى الليالي. يرجى التواصل على جوال 0507790628. زفات أحلى الليالي. زفات أحلى الليالي زفات أحلى الليالي.
زفات أحلى الليالي. زفات أحلى الليالي. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة لدى أستوديوهات أحلى الليالي. يرجى التواصل على جوال 0507790628. زفات أحلى الليالي.